السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. غبرنا عليكم شويه مع الوقت، كاينش الوقت باش نصور، كنصورها في الطريق الى غادي للخدمه. يلاه هنا معكم عاوتاني، يلاه خرجه ممتعه، نوريكم على الاجواء في لندن، كيفاش الاحوال هنايا والجو وسميتو. يلاه نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، يعجبو الفيديو خلينا شي لايك وشي كومنتير، واللي مازال ما اشتركش معانا اشترك، هذا فضلا وليس امرا. يلاه سيدي خلوا لي بريسكم، يلاه انا معكم في جوله جديده في وسط لندن. نديرو معكم جوله في كينغز كروس كونوري سكوير، جهه كامدن تاون، ورجع على يوستن رود، يوستن سكوير. اوكي
شوف هنا عندنا في لندن دائما مرة تكون الشمس مرة تكون الشتاء، دائما الجو مخربق. لندن هي هادي، كتخلي الشمس كتدخل كتلقى الشتاء. اليوم الجو معتدل، ما كاينش الشمس ما كاينش الشتاء، كاين شويه ديال الزموتيه زامت الوقت. هذا هو